بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. تيتسألوا مجموعة ديال التساؤلات حول مصدر ديال هذا الفيروس، فيروس التاج أو كورونا فيروس، منين جا؟ كاين اللي كيقول لك أنه ربما تصنع في مختبر، كاين اللي تيقول لك ربما تكون هناك طفرة أحد الفيروسات اللي من لافامي ديال كورونا فيروس، كاين اللي تيقول لك ربما انه يكون نتيجه لا راديو اكتيفيتي ونتيجه لا 5G. هكاك باش بان وعندو تاثير على الناس. حنا ميمكنناش نحيدو من الحسبان ديالنا ومن البال ديالنا واحد المساله، انه الله عز وجل فاش امر الملائكه انهم يسجدوا لسيدنا ادم عليه الصلاه والسلام سجدوا، الا ابليس ابى واستكبر ولم يكن من الساجدين، ما بغاش. الشيطان رجيم، تيشوف راسو هو الوعر، وخدا مع الله عز وجل انه يعطي الله عز وجل يبقى في الحياه وانه يكون عنده واحد التاثير على الانس والجن، يعني غادي يكون تيضلهم ضلال ويبعدهم على الطريق المستقيم، يامرهم انهم يبتكن اذان الانعام، يأمرهم أنهم يغيروا في خلق الله. دونك هادو أولياء الشياطين من الجن والإنس. وحنا كنعرفوا واحد المسألة، أنه مجموعة ديال الناس كيقلبوا أنهم يغيروا في خلق الله عز وجل. المسألة اللي كنسميوها الكائنات المعدلة وراثيا أو les organismes génétiquement modifiés OGM، يبداو يقلبوا انهم يبدلوا مجموعه ديال المسائل في خلق الله، ولن يستطيعوا في خلق كائن حي، حتى ذبابه ما يقدروش، لان داك خلق الله. ولحد الان ما كاينش شي واحد قدر انه يصنع شي حاجه اللي كتكاثر، يقدر يعدل فيها يغير منها، ولكن ما يخلقش، لان الله عز وجل هو الخالق. بون، نرجعوا للموضوع ديالنا. خصنا نعرفوا واحد المساله، انه في الجرينلاند وفي الاسكا وفي سيبيريا وفي شمال كندا، يعني فين كاين داك الجليد، كاينه واحد الطبقه، هذيك الطبقه تتسمى التربه الصقيعيه او البيرمافروست بالانجلي، ولا بيرجيل بيرجيليسول بيرجيليسول بالفرنسيه، يعني بحال قلنا ان سول جولي. الطبقة هذه ستكون عندنا الفوق داك الجليد، واحد طبقة سميكة، وفي التحت تكون عندنا واحد التراب، هذاك التراب تيرجعوه سواء مئات السنين ولا آلاف السنين. مجموعة دابا ديال العلماء والباحثين تيمشيو يقلبوا في داك التراب، تيحاولوا يجبدوا يعني كائنات حية من فيروسات وميكروبات اللي عندها آلاف السنين. ولقاو بلي في هاد التربة الصقيعية كاينين آلاف الفيروسات اللي غير معروفة، مجهولة، يعني بخلاف واحد 3000 فيروس اللي عارفينو دابا. في 2014 واحد العالم بروفيسور جون ميشيل كلافري، اللي هو مدير مختبر لا فيرولوجي او كل ما يتعلق بالفيروسات في مارسي، هو ومجموعه ديال الباحثين دار واحد الاكتشاف، انهم لقاو جوج ديال الفيروسات ضخمه تيتسموا دي فيروس جيون، انهم كيوصلوا في الحجم ديالهم لبعض البكتيريات. ولقاو هاد الفيروسات هادو كيرجعوا لاكثر من 30 الف سنه، بل في 2016 فاش في سيبيري في سيبيريا فاش غادي يدوب واحد الجليد تماك، هذيك التربه الصقيعيه غادي يبان واحد الجثه ديال واحد الحيوان من الرينا ليرين، واحد الغزال، واحد القطع غادي يدوز من تماك، غادي يقيسو، غادي يوليو الاف ديال القطع غادي يموتوا بواحد المرض اللي هو لا مالادي دو شاربون، اللي كيديرها واحد لاباسيل ستافيلوكوك سميتها
لونتراكس وغادي تشوفها حتى واحد الطفل صغير. هنا رجعوا باش انه المسألة انه فاش اغتيدوا بداك الجليد كيبانوا لنا كائنات حية جديدة، فيروسات وبكتيريات جديدة. فاش نقولوا كائن حي لانه الفيروس سيديروه بارمي لي زاكاريوت، لان عندنا لي زوكاريوت لي بروكاريوت. لي زاكاريوت ما عندهمش لو نويو، تيقول لك واش هو ميت او حي. حنا تنفهموا مسألة واحدة، اي حاجة خلقها الله عز وجل فهي حية، ما دامت تتكاثر فهي حية. الإشكال دابا اللي تيخافوا منه العلماء، مثلا البروفيسور جون ميشيل كلافري أو البروفيسور جون كلود مانوغيرا اللي هو سيتان فيرولوجيست، يعني أخصائي ديال الفيروسات، وهو مدير خلية ديال البيولوجيا في لانسيتو باستور. دونك سي لو ديريكتور دو لا سيول دو لانترفونسيون بيولوجيست في لانسيتو باستور. لانسيتو باستور هي اللي معروفة عليها المسائل ديال الفيروسات والبكتيريا. شنو غادي يقول؟ غادي يقول لك باللي الخطر دابا اللي كاين هما فاش يمشيو العلماء والباحثين وتيقلبوا في ذاك التراب وتيجبدوا بعض الفيروسات وتيحاولوا يجددوهم من جديد، كما وقع بالنسبة لغريب اسبانيول. لغريب اسبانيول قال هناك مجموعة ديال الباحثين عاودوا لقاوها في واحد الجثة ديال واحد من لي زيسكيمو اللي كان مجمد، وخداوها كفيروس ميت دي سيكونس وعاودوا يجددوها في مختبر. هذا هو الخطر. المسألة الثانية أنه قال لك الناس اللي كيديروا الفوراج في هذه الأماكن اللي قلنا الجرينلاند، ألاسكا، شمال كندا، في لا سيبيري، يمكن لهم في ذاك الفوراج أنه تيجبدوا البترول، كيجبدوا دي كاس، يجبدوا مجموعة الحوايج، يقدروا يقيسوا ذاك التراب بصباطهم بحوايجهم ويهزوا معاهم الفيروس وينقلوه، ويقدر أنه في ديك التنقل ديالو يصيب واحد الحيوان يعيش فيه كاوت، ومن بعد يدير ميوتاسيون ويدوز الانسان. وربما هذا الشيء اللي حنا دابا وصلنا له، انه الانسان ولا من بعض الناس منو من اولياء الشيطان، وتيحاولوا انه يغيروا في خلق الله. يعني تيجبد واحد الفيروس ربما كان واحد الوباء هذه واحد الالف سنه لألفين سنة وقت المجموعة ديال الناس، تيعاودوا يحيوه ويقلبوا شنو يديروا معاه. علاش؟ وكذا هو التساؤل اللي حنا تنتسألوه ومازال غنبحثوا في الفيروسات، لأن أي علم زدناه لدماغنا راه شي حاجة مزيانة. هذا ما كان الإخوان، ونتمنوا الخير للعباد، وإن الإخوان والأخوات اللي مصابين في بلدنا الحبيب في باقي البلدان انهم يتشافوا ان شاء الله، وان شاء الله ربي انه يطفي هذا الغضب هذا. وتحية لكم جميعا وفي الحلقة القادمة، وشكرا.